السلام عليكم. اليوم نرجع للملعب تيزي وزو واللي نشوف فيه يعني أرضية رائعة، وحبيت نطلق لواحد النقطة تاع الترشيح نتاع ملعب تيزي وزو إلى للكان. الحقيقة يعني على حسب رأيي هي قضيتين اللي خلات لجنة الفاف لم ترشح ملعب تيزي وزو. هي قضية الأولى عدم وجود فنادق من قيمة 5 نجوم اللي يعني شحس بالشروط نتاع الكاف أولا، والنقطة الثانية هي عدم وجود مطار في قريب للملعب تاع تيزي وزو دائما حسب شروط تاع الكاف، واللي تنص على انه لازم المطار يكون على الاقل 50 كيلومتر بعيد عن الملعب، وكذلك لازم وجود فنادق. القضية الاولى تاع الفنادق ممكن التدارك نتاعها بين فنادق من 2025 مازالوا عامين، في هذه العامين ممكن بناء فنادق، هذه حاجة ممكنة جدا. اما النقطة الثانية هي قضية المطار، مطار هذه مستحيل أن يكون تبني مطار في تيزي وزو في ظرف عامين. إذن الأسباب هذه هي، والأول السبب الثالث هو قضية إيبوسي اللي ما زالت تلقي بظلالها على ملعب تيزي وزو، وهذه قضية ممكن تأثر على الاختيار نتاع المدينة تاع تيزي وزو لاحتضان مقابلة الكان، لأن قضية إيبوسي ما زالت في الأذهان، وخاصة عند لدى الأفارقة. إحنا عندنا نسيناها، لكن لدى الأفارقة ما زالت القضية هذه تلقي بظلالها على يعني تيزي وزو والجزائر بصفة عامة. إذن لتفادي هذا المشكل ممكن الكاف رأت أنه الأفضل أن لا تدرج ملعب تيزي وزو في الترشيح نتاع البطولة هذه. إن شاء الله تكون فيها لربما من عندنا عامين ممكن تكون فيها حلول في المستقبل. نكتفي بهذا القدر، نخليكم مع الفيديو هذا، والسلام عليكم.